يا هلا والله، حياكم الله. أهداف أعجبتني في الدوري العراقي، هذا الهدف عن طريق محمد خالد. لاحظ الهدف، والله العظيم لو كان في الدوري الإسباني أو أي لاعب مسجل خارج الدوري العراقي لأخذ صدى واسع. لاحظ التزيدة بالقدم اليسرى، هدف جميل. وبوم، صاروخ والله صاروخ، هدف جميل. لاحظ كيف بدت الكرة بينية جميلة، بعدين استدارة، طبق اثنين سوى، يا إلهي. وجاء الرد قاسيا بهذا الهدف الجميل، هدف جميل. لاحظ كيف فكر بالتسديدة خلال هذه اللاعبين، 4 إلى 5 لاعبين، وأسكنها في الركن الذي يسكن فيه الشيطان. هدف صعب، نال هذا الدفاع لو يفتح لنشاية على قولة أحسن. سبح سبح سبح، ولاحظ طريقة الهدف كيف جاءت، الله. يعني المفروض هذا الدفاع بكان ما يحجز عليها يخرج كرة، وهاي هذه وين. لاحظ كيف تصرف في الكرة، تصرف جيد، أدى إلى هدف جميل. في التوفيق.